التحريز على المواقع الجامعيه اكثر تحديدا على المقاربه. في البدايه يعني مجلس الشهداء هي المعتقلين تحرر يعني كافه الشعوب. بدايه نحيي يعني هذا الشباب على المبادره الزينه اللي يعني تمثلت يعني مجموعه من الانشطه. بدايه قبل يعني ما ندخل في مساله السؤال، يعني لم ادع الفرصه تمر الا يعني ان اعلن التضامن المبدئي ولا مشروط مع رفاقنا اللي تم يعني الحكم عليهم ب 20 سنه سجن النافذه. الكل يعني من رفاق 20 سنه يعني بينهم يعني عصر يعني الكل يعني من الرفيق ايمن اليثربي والحسين يعني بو الكبير. هذا يعني استهداف، هو استهداف يعني الشباب الصحراوي بشكل عام واستهداف نحن ايضا ويالتنا يعني العدهون يعني في فرنسا نحملوا يعني صوره هذا الشباب اللي كل ساعه يعني يتعرض للتمكين والتعذيب والاغتيال والاعتقال وغيره يعني من تلك